أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا العاجل. كشفت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية الجزائرية بالخارج اليوم الأحد أن المملكة المغربية شرعت في مرحلة تصعيدية جديدة في سلوكياتها الاستفزازية والعدائية اتجاه الجزائر، على شاكلة ما تم تسجيله مؤخرا من مشروع يهدف لمصادرة مقرات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب. وأكد بيان الوزارة أن هذا المشروع يمثل انتهاكا صارخا لحرمة واجب حماية الممثليات الدبلوماسية للدول السيدة، وهي الالتزامات التي يكرسها القانون والعرف الدوليين على حد سواء. وفي هذا الصدد شددت وزارة الخارجية على أن المشروع المغربي الذي يتنافى مع الممارسات الدولية المتحضرة يتعدى بشكل جسيم على الالتزامات المنبثقة على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، والتي تفرض على المغرب احترام وحماية السفارات المتواجدة على أراضيه في كل الأوقات وتحت جميع الظروف. وفي هذا الإطار أعربت الجزائر بأشد العبارات وأقواها عن إدانتها لعملية السلب متكاملة الأركان هاته، كما نددت بشدة بعدم شرعيتها وعدم توافقها مع الواجبات والالتزامات التي ينبغي أن تتحملها بكل صرامة ومسؤولية أي دولة عضو في هذه المجموعة الدولية. وأكدت أن الحكومة الجزائرية سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة، كما أنها ستلجأ إلى كافة السبل والطرق القانونية المتاحة لا سيما في إطار الأمم المتحدة بغرض ضمان احترام مصالحها. وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا العاجل. سلام. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.